فطيره الفراخ بالخضروات، عجينه ملفيه وصدور فراخ وبسله وجزر ومشروم ودقيق، وعندي زبده وكرات وجبنه موزاريلا وكريمه لباني وبيض، وعندي كرفس وزعتر فريش وملح وفلفل. اجيب الطاجن الاول عشان ايه ما لوشش. عندي طلع الطاسه على النار الاول سخنت قوي، اقوم راح حاطط دول كده اهو بدل ما تحرق الزبده بتاعتي، وادي الزبده اهي. يبقى انا حطيت البصل الاول واخش كده على النار اهو عشان الزبده بتاعتي ما تحرقش، وادي توم، وابدا اشتغل كده واحده واحده ونصلي على النبي. حلو كده الكلام، حلو. ادي كرات والكرفس مهم جدا. نحطهم هنا يتكسروا عشان ايه يدوبوا مع بعض. نص لف ما بسويش البصلايه قوي يا جماعه، انا عايزها تصفر تبقى لونها يلو كده جميل عشان احط لها الفراخ. براحتكم. بعد ايه؟ بعد ايه؟ طيب كده هنا كده بنعمل ايه؟ انا بعمل بطبخ. حاضر، هنا حطينا بصلايه الاول مع توم مع زبده، وبعدين حطيناها جزر مبشور وبسله زي ما حضرتك كده شايف اهو. هننهي الحلقة كده واقفل معاك ونروح كده. هنا حبة كريمة لباني اهي، ماشي كده يا عمي. أكلة دي حلوة جميلة وصحية وهيلسي، يعني هيلسي ايه بس فيها جبنة وفيها كل ده، تقول لي هيلسي؟ بعدي شوية جبنة موت زاريلا الصينية دي كده عملتها بطريقة حلوة كده اهو عشان انا عايزها تبقى غويطة شوية عشان ايه نعمل حاجة حلوة. فطيرة جميلة وحلوة اهي. وادي الكريمه اللباني، وادي شويه لبن، وادي المضرب.